نادي الزمالك. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله واقف النهارده اهو 100 100. ان شاء الله يكون يوم سوبر كده باذن الله على النادي الاهلي باذن الله يعني. يا رب ان شاء الله. خلينا نبدا على طول بالتشكيل المتوقع لنادي الزمالك لمباراه اليوم. نادي الزمالك النهارده تشكيله المتوقع من وجهه نظر دكتور احمد ثابت. اتفضل يا دكتور. ابو جبل في حراسه المرمى، هو نفس تشكيل السوبر، الاثنين المساكين محمود علاء ومحمود الونش، الباك اليمين 4-2-3-1، الباك اليمين حازم امام، الباك الشمال عبد الشافي، الاثنين الارتكاز طارق حامد وفرجاني ساسي. طبعا طارق هو اللي بيعمل عمليه الارتكاز الدفاعي وفرجاني هو اللي بيكمل. بن شرقي ويوسف اوباما، يوسف اوباما هو صانع الالعاب، احمد سيد زيزو وبن شرقي بيحصل ما بينهم تبادل الادوار، احيانا هنشوف ان احمد سيد زيزو هو اللي بيروح هناك وبن شرقي هو اللي بيجي هنا، وقدام طبعا المهاجم المحطه اخطر مهاجم الزمالك طبعا مصطفى محمد. طيب الزمالك بيبني هجمته ازاي؟ بدايه من ابو جبل ولا بيعمل ايه بالظبط؟ الزمالك يمكن بعد اول ما تولى فتره كارتيرون جه في ماتش الجيش خسر 3 بسبب ايه؟ بسبب المساحات والثغرات اللي موجوده ورا في دفاع الزمالك، حس ان في مساحات في، فلازم تداري الكلام ده. الدريب ايه؟ ان انت تلعب عن طريق اسلوب اللعب المباشر. كارتيرون حتى لما كان بيلعب في نادي الاهلي ايه اسلوب اللعب المباشر؟ ان انا ببني الهجمه من خلال محمود علاء والوينش وابو جبل او عبد الشافي او حازم امام، بس تحديدا الاكثر طارق حامد بينزل يسقط لورا، طبعا طارق حامد بينزل يسقط لورا ويعمل التمرير الطولي، كذلك محمود الونش وكذلك محمود علاء وكذلك عبد الشافي، من خلال ان انا بحضر الهجمه على المهاجم اللي قدام اللي هو مصطفى محمد. مسته ان انا في العاب الهواء مصطفى محمد هو اللي بيحضروا الهجمه عليه، بيعمل السنده للي جاي من تحت يوسف اوباما وفرجاني ساسي. فرجاني ساسي طبعا اتفضل. فرجاني ساسي طبعا بيتقدم مع يوسف اوباما، فالطريقه بتتحول ل 4-1-4-1، يعني 4-4-1-4-1. لو ضغطنا على فرجاني ساسي كده اهو، حضرتك ممكن تحركه لقدام، ايوه، هتلاقي ان فرجاني ساسي بيتحول كقدام، بيطلع قدام معاهم، فالطريقه بتتحول الى 4-1-4-1 بنفس الشكل ده. بيحضر مصطفى محمد. اذا عشان انت تمنع عمليه بناء الهجمه، حاجه من الاثنين او ثلاث حاجات. اول حاجه لازم تعمل ضغط عالي على البناء من تحت، لازم تضايقهم في بناء الهجمه، دي رقم واحد. لازم سواء بدا جونيور اجاي تحته مثلا محمد مجدي قفشه، لازم تضايقهم من قدام، دي رقم واحد. رقم اثنين، الاثنين المساكين لازم يكونوا بيجيدوا العاب الهواء، سواء بقى ياسر ابراهيم سواء رامي ربيعه برده كذلك ايمن اشرف، لازم عشان اخد الكره من مصطفى محمد امنع ان هو يسند للي جاي من ورا. الحاجه الثالثه السكند بول، الكره الثانيه اليو ديانج وعمرو السوليه هنا لازم يكونوا مصحصحين جدا ليوسف اوباما والسنده بتاعت فرجاني ساسي. فده شكل بناء الهجمه لنادي الزمالك. تمام، إذا ده شكل بناء الهجمة لنادي الزمالك في هذه المباراة. طيب التنظيم بقى الدفاعي لنادي الزمالك، لا لما يكون نادي الأهلي بيهاجم نادي الزمالك كيف يدافع نادي الزمالك؟ نادي الزمالك هيسيب لنا الاستحواذ زي ما عمل في مباراة الترجي. يمكن كان استحواذ نادي الزمالك 38% على الكورة مقابل 62% للترجي، ورغم كده الزمالك راح محاولات أكتر من الترجي، فهو هيسيب لك الكورة ويحاول يعتمد على الكاونتر أتاك، الهجمات المرتدة وسرعة التحول من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية. إذا هيكون في ارتداد من كل ارتداد من كل اللي ورا، كل دول بقى هيرجعوا. حضرتك تقدر ترجعهم اهو. اتفضل. ايوه معلش عشان نعمل بس الناس تبقى هتقدر كل اللعيبه دي هتلاقيهم في وسط ملعبهم. ليه؟ بسبب ايه؟ هيديك ايه لما يرجعوا لورا؟ تلاقي لما لعيب يغلط، يعني مثلا احمد سيد زيزو غلط، تلاقي اللعيب اللي وراه يغطي عليه. فدي بتديهم حمايه نوعا ما، ان انت لما بتبقى واقف مضيق المساحات خطوطك متقاربه. دي ميزه نادي الزمالك في مباراه الترجي، ان هم بصراحه خطوطهم بالثلاثه كانت متقاربه، بيضيقوا المساحات بشكل مميز جدا، لعيب غلط يقدر لعيب تاني ايه يغطيه. دي الميزه. الميزه دي عملت ايه؟ خلت ان نادي الترجي قدام نادي الزمالك عمل 15 محاوله، 15 محاوله منهم 5 اتعمل لهم بلوك، وثلاثه بس صح من ال 15. ده بيأكد ايه؟ ان اللعيبه كانت مخنوقه، ان اللعيبه كانت حتى مصطفى محمد بيرجع، وادي يوسف، ادي يوسف اوباما. فالشكل بتاعهم بيبقى بنفس الشكل ده بالظبط، تحس ان هي 4-4-2 في الحاله الدفاعيه. في صوره معانا لو استاذ سمير يجيبها هتلاقي نفس الشكل في مباراه الترجي بالظبط. ايوه نفس الشكل، هتلاقي ان هو صوره مباراه الترجي امام حضراتكم، قدام حضراتكم على الشاشه هتلاقوا برده 4-4-2 نفس الشكل، اللي بيضغط قدام ده كلهم ورا الكوره، كلهم تحت الكوره، كلهم في وسط ملعبهم وبيضغط. اذا هيديك اريحيه في بناء الهجمه. ولكن عشان في دور مهم جدا النهارده لمحمد مجدي قفشه اللي هيلعب صانع العاب تحديدا. اي حد هيلعب في مركز صناعه الالعاب لازم ينزل يسقط لتحت عشان تعرف تبني الهجمه بشكل كويس جدا مع عمرو السوليه واليو ديانج. ليه؟ لان الزمالك هيضيق المساحات. الزمالك هيضيق المساحات. اذا حضرتك لو بنطلب مثلا نقول ان ده التشكيل المتوقع.